في هذه البطولة. الآن يوسف محمد يتقدم حطها وفي المرمى ليتقدم وفي المرمى الآن ليتقدم المنتخب السوري وبأول أهداف في هذه البطولة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية تحت 23 سنة، هدف من ركلة جزاء وبإمضاء يوسف محمد للمنتخب السوري. للمنتخب السوري، شوف سعيد جدا الجمهور السوري. المباراة الأولى ما بين عمان واليمن، كرة الآن محاولة للمنتخب السوري، ملعوبة عرضية ممكن، الثاني الآن للمنتخب السوري، الثاني الآن للمنتخب السوري بالفعل، من كرة ومن بعد كرة جميلة جدا. المنتخب السوري يفرح ويسعد جمهوره أكثر وأكثر، الجمهور الذي يحفز والذي يتفاعل. دور المجموعات وصولا وعبورا من الدور الثاني دور 16 إلى الربع ولا إلى الدور نصف النهائي وإلى النهائي. كرة الآن هذه خطيرة ملعوبة، والثالث للمنتخب السوري، الثالث للمنتخب السوري عن طريق المميز، عن طريق الرائع محمد الحلاق. محمد الحلاق قائد المنتخب السوري، مميز جدا هذا اللاعب، مشروع نجم قادم أيضا للكرة السورية. محمد الحلاق يفعل كل شيء في كرة القدم، يصنع يسجل، يصنع ويسجل في أي لحظة. لاحظ تبعد الكرة الآن ولا تزال المحاولة للمنتخب البحريني، تتخلص، تعود سورية عكسية أمامية وسريعة الآن للمنتخب السوري، البحث عن الرابع، وبالفعل المنتخب السوري يختم هذه المباراة ويختتم الأهداف بالرابع الآن، بالرابع 4-1